الشباب ذهبت بلاد تكسب هذه الرساله حصان بين الحال والحال حلج وحاله باللي خلقنا واحنا صبر والصبر صبر وكاله كنقول لغات احلى ما زايده غير في الحداله صبري للقناص كان موجود فيهم بتقاله بالطرونكه والهش ما كسب وما كان ربح يده باش للزبالة كيف القاري كيف الأمي كل شي بالشبكة الخبالة حرفقي كيفاش نخدم حيت ما عنديش الدالة رجعنا النور تكالة ولاد هما الوالة فباغي تدبر تربي كوبالة ولا تسع طريقة تخوتك مسكينة الحكومة حرفالة قدام فوق ما كاينش الراحة حيت احنا تبانة ما عاد تشوفوا لنا شي حل يا غداوض وشي قربالة قبل ما يفوت الفوت كوش ايه هذي رسالة مكتوبة بدا مطبوع فوق عالي مش لاهيين حروف خارجة من القلب معنا باليش من الحرب حيت انا مقيد الحومي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش ولا باللي راك هذه رسالة مكتوبة بدماء ودم الفوقة للحكومة للوزارة لأي واحد بدل الكارة فينا قومة تحس بينا تعرفة باللي احنا صفارة بالحق اللي عن صورة وصورة ديالنا حتى المقبرة احنا يا ماشي غنم توما ماشي قصارة احنا يا مسؤولية وتوما مسؤولي شفارة صحابي ما بقيناش يخافوا خرجنا من البغارة احنا بيكم غير هضارة كلمتكم خطارة قولولي باش كتحسوا باللي الشعب بحر موارة باش عبر ما يعملنا براسه غير كيضيع خسارة سنين تضيع في الحبس ولع في الضرب بلع بالخسارة ما تضع في الزنقة شكا راح بلعنا في الدهارة كيعيشوا حياة الزنقة اللي رباتوا غير حكارة حتى تمحك شعار كيكي والزبارة وما بقى قد ما فات وتصفر الصفارة اما هادي غير رسالة بدموع الفقارة هي هذه رسالة مكتوبة بين مدموع الفقراء اللي حروف خارجة من القلب ولا ما عارف شو اللي هاد الهضر عليك يا بنادم انت هذاك والاخر ولا بغيتو تسمي هذه رسالة كاتبين هذي الشباب ما خلاو في دقو ما خلاو حتى باب قاو سنين يتسناو باقي ما كاين حتى جواب صافي القلب راه طاب والراس على بكري شاب الامل في المستقبل خاب وانتوما هما السباب قتلتوهم بالوعود ما شافو غير الضباب كاين طيف يهرب كاين غير الصراخ غير قتل في الاحلام ودفن تحت التراب القهوة كلشي كذاب عشيري كلشي نصاب حتى اللي جمال غلة اليوم ولا حطة حتى اللي خلى السبل اليوم رجاعي شطة علاش الضامي غلط حيت القانون الغا الخير ما عنده حباب والشعب هو الغلا وشكون تكونوا باش تحكوا علينا بلعبة ودابا سمعوا محلكم العراق ايه بعد هذه رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء لي حروف خارجة من القلب على باليش بالحرب حيت انا مقدم فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارفش وين الهضرة عليك يا بنادم انت هذاك والاخر ولا بغيتو تسمي هذه رسالة مكتوبة بدم مجموع الفقراء لي جارين في دمي حروف خارجة من القلب على باليش بالحرب حيت انا مقيت بفمي فبلا ما تعمل راسي غافل ولا ما عارف شي ولا باللي راك امي الهضر عليك يا بنادم او هداك ولا اخر ولا بغيتو تسمي واش